حقيقة واحد إذا أراد الآخرة. هذه النقطة أذكرها في الشيطان. أكو نقطة غامضة، هذا الشيطان اللي عبد الله 6000 عام في بعض الروايات، شلون الله ما حفظه؟ مو الله إذا واحد مشى إلى الله، الله يحفظه. 6000 عام في الملأ الأعلى هذا دا يعبد الله، حتى سمي بطاووس الملائكة. خو اجت قضية السجود لآدم، اجت قضية الامتحان، الله ما حفظه. الله يحفظ عبد المؤمن، الله في المنعطف الخطير ياخذ عبد المؤمن. هذا اللي عبد الله 6000 عام، الله تركه هالشكل وكله إلى ذاته وراح، راح بعد، راح إلى النهاية. شيطان بعد نعلم، إبليس الأكبر نعلم أنه ما الذي فعل. ليش؟ هذه نقطة تستحق التأمل. أحد العلماء يقول طرحت هذا السؤال على العلامة المجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار، فيقول هو بحث ووجد في الأخبار هذا المعنى. إبليس كان هو وجماعته وعشيرته على الأرض، طائفة من الجن كانوا، لولا هواي أفسدوا في الأرض. حقيقة البشر الآن نشوف البشر دأبه الإفساد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة كانوا شايفين ذول الجان وتنبأوا أن البشر كيف يكونون، دأبه الإفساد وسفك الدماء. هذا البشر الآن شوفوا كل العالم. الله أمر الملائكة أنه روحوا وقتلوا كل هؤلاء، صفوهم تصفية كاملة. الملائكة اجوا وقتلوا جميع هذه الطائفة، طائفة الجان، ما بقي منهم إلا إبليس وحده بقى. ليش بقى؟ العلم عند الله، ما كان مثلا مشارك بتلك الدرجة أو كذا، المهم بقي وحده. خاطب الملائكة إبليس أنه أنا بقيت وحدي فوق الأرض، شنو أسوي وحدي هنا؟ قتلت كل أقربائي وأبناء عمي وأبناء خالي وكذا، كل قرابتي، أخذوني معاكم. الملائكة استأذن الله تعالى أنه نرفع ويانا إلى السماء، الله قال ارفعوا ما يخالف، رفعوه إلى السماء. عندما كانوا يرفعونه إلى السماء هنالك كلمات لله معلقة في السماء. إبليس شاف من جملة الكلمات أن من عمل لله أعطاه الله الآخرة، ومن عمل للدنيا أعطاه الله الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من عمل للدنيا الله يطيل الدنيا، يطيل مقام دنيوي، ومن عمل للآخرة الله يطيل آخرة. هذه الكلمة أخذها الشيطان إبليس يعني. في الآية الكريمة الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله آلى على نفسه يقول في هذه الآية لا أضيع عمل عامل، أي واحد حتى إذا يعمل للدنيا الله يطيل الدنيا. فكان يعبد الله للدنيا حتى يكون إلى مقام، يبني مسجد حتى يقال الوجيه الفلاني، الله يطيل مقام لأن يذكر في الأندية الوجيه الفلاني. لا يعمل عمل الخير لكي تبقى وجاهته، أنا وجيه، أنا محترم اجتماعي، وظيفتي الشرعية تقتضي أن أقوم بعمل، ولكن للحفاظ على مقامي الاجتماعي ما أقوم بالوظيفة الشرعية، ماكو فرق بين جانب الفعل وجانب الترك. فعبد الله للدنيا 6000 عام كان يعبد الله حتى يكون معظم عند الملائكة، مقدر عند الملائكة، الملائكة يحترمون لأن يعرفون البواطن الملائكة. الله مطال الدنيا، مطال عظمة وإطال قدرة عند الملائكة، يعني عندما كان في السماء. فعندما جاءت قضية السجود لآدم، هذا مو مؤمن حتى الله يحفظه،
هذا عابد لذاته فوكله الله إلى نفسه. حقيقة واحد إذا يضع الله نصب عينه، طبعا يحتاج إلى أنه واحد يستعين الله في ذلك، أن الله يقدره على ذلك، أن يسقط المجتمع من حسابه رأسا، ما عليه بالمجتمع. لمن يعمل الإنسان؟ إذا واحد يعمل للمجتمع، إذا واحد يعمل للأفراد، يؤتى بالمرائي يوم القيامة. الذي عمل للناس قضية كلش مشكلة، آخر لعل من آخر ما يخرج من قلوب المؤمنين الرغبة في التقدير، هذا يكون ملاكهم في الفعل والترك، أفعل لأنه يقدر، إذا ما في تقدير ما أفعل، وأترك هاي المعادلة الثانية لأنه أخاف من المجتمع، أخاف أن هاي الكرامة الاجتماعية اللي عندي تختل، نظرة الأفراد تتغير إلي، وما هي قيمة الأفراد في مقابل الله حتى يكونوا ملاكا للفعل والترك. طرفنا هو الله أو المجتمع. يؤتى بالمرائي يوم القيامة، الذي عمل للناس ويخاطب بأربع كلمات، يقال له يا كافر، ويقال له يا فاجر، ويقال له يا غادر، ويقال له يا خاسر. خسر، عملت للناس فاذهب إلى الناس وخذ أجرك منهم. المنطلق أنت أردت الجزاء من الناس، أنت عملت لكي يقال إنه خوش إنسان، إنسان متدين، إنسان طيب، خذ أجرك منهم. خايفة شبكة إحنا مخليها في ذهننا، شبكة معادلات اجتماعية معينة، في كل خطوة، في كل فعل، في كل ترك، ما هو رأي الناس وما هي قيمة الناس في مقابل الله؟ اللي واحد يشوف شنو رأي الناس في هذه القضية، وما الذي يهم كلام الناس، وما الذي يهم موقف الناس. إذا أسدينا معروف إلى واحد أنقذناه، إذا أعطينا لفقير مال ما شكر لنا، هذا الرجل خاننا، هذا الرجل غدر، ليش سوى هذا العمل، ليش ما قدر، ليش ما احترم. هذا المنطق يدل على أن هذا الإنسان اللي فعل هذا العمل ما كان غرضه الله، ما كانت وجهته الله. أنت عندما فعلت وأعطيت لهذا الرجل مالا، أعطيته له أو أعطيته لله؟ إذا أعطيته لله ما هي أهمية أن يشكرك أو لا يشكرك؟ أهل البيت صلوات الله عليهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء يعني مكافأة مقابل مكافأة، شكور يعني يتشكر مني، شكرا. أهل البيت ما كان هذا منطقهم، وحتى هاي الكلمات ما قالوها، هاي مو كلمات أهل البيت، إنما نطعمكم لوجه الله، مو كلمات علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليه، هذا منطلقهم القلبي. الله أظهر هذا المنطلق وكشف هذا المنطلق. أحسنت إلى واحد ما رد عليك الإحسان، لا يهمك ذلك، عتاب، أدنى عتاب، أنا سويت هذا العمل لفلان واحد ما رد علي، أنت ما سويت هذا العمل لفلان واحد، سويت هذا العمل لله فلا يهمك. الله تعالى يقول في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، عبادتي لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حقيقة إذا هذا واحد منطقي يكون،
مو منطقة يعني بلسانه وإنما بقلبه حقيقة يرتاح. بعد ما عنده شغل بالمجتمع، ما عنده شغل بالأفراد، مهما قال الأفراد لا يهمه، يلغي الآخرين من تفكيره. البشر لا يوجدون في تفكيره، وإنما منطلقه هو الله سبحانه وتعالى، حركته لأجل الله، عطاؤه لأجل الله. حقيقة واحد صانع وجها يكفك الوجوه، حقيقة واحد يعيش في سلام، في اطمئنان، بعد ما عنده إحباط، كل يوم يتأثر ليش فلان واحد ما قام بهذا العمل، لا يقوم بهذا العمل، أنا سويت له هذا العمل ما أجابني بالمثل، ليش سوى هذا العمل؟ هذا لا يهمك، وإنما جزاؤك عند الله سبحانه وتعالى.